هم اساتذه كبار وليهم جمهور كبير جدا جدا، اكبر من جمهوري اكيد. ممكن واحد ينجح يكسر الدنيا في مره وممكن ينجح نجاح نص نص. لا والله ما اقدرش انافس السقه، يا نهار ابيض ما اقدرش، ده السقه. بصي هقولك على حاجة، أنا عمري في حياتي ما كنت بفكر في منافسة. يعني أولاً الأستاذ أحمد السقا والأستاذ أحمد حلمي دول نجوم كبار جداً جداً جداً، يعني أنا أقل منهم بكتير، فأنا عمري ما فكرت في إن أنا أنافس حد فيهم. يعني هم أساتذة كبار وليهم جمهور كبير جداً جداً، أكبر من جمهوري أكيد. فعمري ما فكرت في فكرة إن أنا هنزل أنافسهم أو مين فينا هيتفوق على التاني. أنا بصي أنا طول عمري بحب الحاجة، بقتنع بيها، بشتغل عليها، بعملها، وبسيب الباقي على ربنا سبحانه وتعالى. اللي ربنا رايده هو اللي هيكون، فهماني؟ ما ببص وأي حاجة الحمد لله، يعني نجحت نجاح ساحق الحمد لله، نجاح نص نص الحمد لله، فشل الحمد لله. أصل عادي، يعني ما عادي أي بني آدم في الدنيا ليه كبوات وصعود وهبوط، فممكن واحد ينجح يكسر الدنيا في مرة وممكن ينجح نجاح نص نص، ممكن يفشل، ممكن يرجع يقوم تاني. يعني أصل أقولك المسألة كلها قدرية وبتاعت ربنا، محدش فينا عارف إيه اللي هيحصل بكرة. لا والله ما اقدرش انافس السقه، يا نهار ابيض ما اقدرش، ده السقه. لا والله بصي ده انا لسه بقول لك، انا عمري ما اقدر انافس احمد السقا. احمد السقا مين؟ احمد السقا ده نجم كبير قوي، ده اخويا الكبير ونجم كبير، وما اقدرش اصلا افكر ان انا ممكن انافسه. لكن انا فكرت ان انا اخش في الحته دي، فاتمرنت لها كويس وحاولت ان انا اعملها بشكل كويس. ده مش معناه ان انا هستمر بقى افلامي اللي جايه كلها اكشن، يعني مش شرط. لا انا طول عمري بدخل حاجه وبخرج اروح في حاجه تانية في شكل شخصيه تاني، فانا دايما دايما متغير، فما بثبتش انا على حاجه. لكن عشان اعمله فكان لازم اتمرن له كويس ولازم اجتهد علشان اعمله بشكل يتصدق.